السلام عليكم، شكرا شباب، ان شاء الله بخيركم. العراقي مقاد رقم 18. طبعا اليوم راح اصور تصوير ليلي يختلف عن كل مره. التصوير اليوم راح اجيب لكم احكي لكم قصه مالتي اللي صارت حقيقيه، وانا شاهد بيها. هي قصه صدق او لا تصدق مالتي، القصه الحقيقيه اللي صارت وياي بدياله لما صارت الحرب عام 2003. طبعا يجوز هواي من عندكم صغار ما يذكرون اللي صار بالحرب، لكن وقتها اللي ذكر واللي اكثر من 2000 اللي ملحق على هالوقت يذكر زين. ب 2003 شباب الوضع كان جدا يعني شلون اقول لكم، جدا متوتر، والحرب والامريكان دي يدخلون على العراق ودبابات هاي، فبغداد كانت العاصمه اكثر شيء مستهدف. فاني اهلي ابوي قال يلا لازم نطلع من بغداد ونروح المحافظات قريبه. طبعا بما انه كان وقتها البنزين صعب نلقاه، يعني ما عندك مفرط الا تروح مكانات قريبه، وين فوين نروح؟ بغداد كلها مستهدفه. فابوي قال اقترح علينا نروح الى دياله. طبعا تدرون دياله شباب هاي المحافظه هي محافظه كلش قريبه على بغداد، وبها يعني شلون اقول لك محافظه البرتقال، بعث لهم تحياتي، وكل محافظة الأخرى. المهم وبعقوبة بالذات، فرحنا لها ورحنا البعقوبة. بس شباب كان الوضع هناك كلش مزدحم، يعني كل بغداد كانت مقلوبة هناك بعقوبة. ليش؟ لأن مثل ما تعرفون أنه محافظة يعني قريبة كلش، وبغداد كلها فلتت هناك. فالأسعار بما أنه الناس كلها هواية، صارت كثرة سكانية هواية ومكانات ماكو، أكل قليل يعني على المحافظة، فأسعار صعدت صارت جهنم. الفندق صار بخمسين ألف دينار بالليلة، وشكو واحد لم فلوسه وخلاها بجنطه وراح للدياله وقعد بالفندق، وهذا بالفندق استغلال مو طبيعي. المهم والله يعني قعدنا بالفندق يوم واحد يومين، ابويا قال اذا نبقى هيك ما راح نقدر نفلس، لازم نشوف لنا بيت. والبيوت هون يعني البيوت كان سعر في جزء الهواء. المهم فالبيوت كانت اسعارها كلش غاليه، 400 اكثر بذاك الوقت، يعني كلش غاليه 400 ب 2003. المهم والله شو قرايبنا هو مرته وابنه شفناه بالفندق، ويانا هو جانا بالفندق شفناه. قال لي قال ابويا قال لي ابو علي شفناه، شفت لك مكان كلش حلو طابقين وان القرآن الكريم انضربت انا لقيت قرا المكان جوا الشجره اقعد. المهم استغفر الله العظيم تبلك جوا الشجره قاعدان. اي ف مثل ما قلت لكم انه قال خلينا نروح لهذا، روحنا هالبيت. رحنا هذا البيت، بس الغريب البيت شباب انه كان ب 145 الف دينار، وبذاك الوقت 145 كل يعني كلش قليله بالنسبه لي، كم طابقين وحديقه وقراج. المهم انتقلنا بالبيت، قعدنا بيوم واحد شلنا شويلاتنا ورحنا كنا هناك. قعدنا شباب اول يوم حلو ماكو شيء، ثاني يوم حلو والله شباب، ثالث يوم قمنا نسمع صوت مال طف 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 على الباب. طبعا بما ان احنا قاعدين بطابق الارض وقريبين على الجراج والحديقه، كان احنا نسمع صوت اكثر من اللي صاعد بالطابق الثاني اللي هو قرايبنا. فابويا قال على الساعه 1 بالليل قال شنو هذا الصوت، روح شوف الحديقه. كنت صغير وكذا بس اشوف باب الحديقه، وبعدك دزني فطير رحت اركض. اي فرحت والله شباب الباب دي يدق ثلاث مرات، رحت شفت الباب مزنجلين احنا واقفين وقافل اي، فصوت منين بعد؟ ماكو صوت المفروض ما يطلع. والله شو شباب رحنا رجعت قلت له الباب مقفول والله، وصوت وكل شيء ماكو احد، مهندس ظلمه. نعلي على رباطك يا لي. السلام عليكم شباب، شلونكم شباب؟ خوي ياكم ليث. وشباب طبعا انا سمعت اخويا انه راح يسوي فيديو مال صدق او لا تصدق او هيجي، والمهم اخذ السيلفي ستيك واخذ الكاميرا يعني راح يطلع اساس يصور، فاني قلت خله اروح الحقه وراح اسوي مقلب عليه، بس خافوا ولا يشوفني فلازم نمشي شوي شوي. شباب اعتقد لقفت اخويا لاني شفت هناك هو قاعد يروح لخم التعالي خم تقريبا من يمنه، فقلت خله اروح نلحقه وراح نشوف، اعتقد هو هناك.
نعلي على رباطك يا ليل. مثل ما وعدتكم هذا هو قاعد يسوي غب وحده. اخ ربي ليك فضحتك. ماذا كنت تصور؟ ماذا كنت تصور؟ هذا شكل قلبي قلبي يوجعني. هذا شكل واحد لما يسوي فرانك ليف. اني هاي كله من ورا هذا التونسي على اليوتيوب اللي دفعوا 24 ساعة مقاطع ينصب على العالم وجاي تسويها بيمو. يب. اذا ما نصبت عليك وسويت لك اني مو علي ابا عطوان. اذا ما نصبت عليك صبرك علي. والله صبرك علي يا ليف بالقرآن الكريم. قاعد اصور حظ وخربتها علي. خرب هوبل. شوف العيطة اللي عطيتها تدري ايش جود عالية. تجي الشرطة يا معود. تعال تعال قعد خلينا نحكي اكمل القصه. انت ايش قد عمرك شاوك؟ قلت يمكن كم سنين. انت مواليد 2000؟ اي انت مواليد 2000 ما تتذكر شيء. المهم خلينا نقعد نصور نفسنا. اي فبعد ما خلنا نصور الكاميرا. عدلنا الكاميرا زين. اي ربط عكس. اي شباب ف اي وقعت الشفقه مالتي وقعت طلعت قرعتي وليش مو. المهم فشباب وقتها عام 2003 طبعا هذا الصغير ما انت ما تتذكر شيء. في جامعة كذا سنه اصلا ما يتذكر احنا وين كنا قاعدين ببغداد اصلا. المهم والله شباب الباب اندق اول مره ثاني مره ثالث مره وانا شت يعني قمت افكر يعني شنو هو الموضوع شو السالفه. شو فجاه شباب ابويا قام يقول او عفوا مو فجاه ابويا قام يقول انه علي هاي الهواء. قلت له يابا وينك هواء؟ مو اطلع كذا مره رجعت ماكو شيء. قال لي ما عليك هو ما عليك. انا يعني قمت شوي يعني قمت اشطل. المهم عبرت اليوم الثالث ثاني وثالث. والله يا شباب اليوم الرابع الساعه 12 بالليل احنا يعني نسوان مرات بالمطبخ يعني قرايبنا مرت قرايبنا الرجال مرت بالمطبخ قاعد تسوي لنا شاي وكان سمعنا فتشين كسر وفتيش فتيش هون واحد على علباته هيك فد كفخه على رقبته. والله شباب رحنا ركضنا قلنا يا شكو. قالت اعوذ بالله مش تراجم اقسم بالله. قامت اني رقبتي انضربت على علباتي طاب. يا بش السؤال مثل ما ضغبتك من شويه. لا تضربت على علباتي قمضتني هزيتني عبالي الشجره. اوه لو تدري هاي الفزات مرات تخلي الواحد يعني يفقد رجولته بدردو دات الغدي. اوه شيت. لا ايش عبالك يعني هيك بس تخلي واحد يوقع. المهم فشباب كافي بعد ليت بس وحركاتي بشرفك. اي ف والله شباب اليوم قلنا له شكو. قالت والله عم ضربت على علباتي ضربت على رقبتي هيك ضربه قويه كفخت يعني بصراحه شويه قمنا نفر بذاننا. ابويا ولكن انا ماكو شيء ومسيطر وهذا. بعدين سمعته يحكي ويا قرايبنا. بصراحه سمعته يحكي قرايبنا على صفحه يقول له شوف احنا وين نروح بهالليل؟ قول لهم كل شيء ماكو الوضع طبيعي لان وين اكون نروح؟ طلعنا من الفندق والفندق الغرف كان الغرف الشنبي يعني كان شاغلين المكان صار هسه مبلي فبعد ماكو مكان فوين نروح؟ خليهم يسكتون ويتحمل لحد ما الوضع يصير احسن. اني وقتها فتحت 180 الرعب ما اكذب عليكم. بعدين صار اليوم الخامس كان يوم النهائي. اليوم الخامس قاعدين او كنا طبعا شباب اكو الغرفه اللي اول ما تدخلها من الجراج والغرفه عفوا الحديقه والجراج اول غرفه طبلها كانت هي مطبخ بالبدايه فكانت مطبخ بعدين مسوينها هول فسادين الفتحه مال بلوعه الصغيره وسادين البواري بالحياطين وهذا ومحولين الغرفه الاخيره مسوينها مطبخ يعني مغيرين الديكور فمعناتها البلوعه اللي بالقاع كانت مسدوده ما يجيها مي فناشفه وكل ما يعني هذا اللي عرفناه. حتقولوا ليش شلون عرفت هذه الشغلات؟ حاقول لكم هسه.
واحنا نايمين صافطين دواشق مالتنا بالقاع، ابويا كان نايم سعيد الحظ اللي صار بي. انضرب ضربه ابويا من جوه بحيث هيك يعني مثل الفز. كان قلنا ابوي قلت له شكو خير شكو؟ قال والله انضربت ضربه من جوه دوشك. ابوي قال استغفر الله. قلت له بس قول يا الله شكو شكو. وخر الدواشق شفنا بلوعه، البلوعه هاي حجمها قد قدوته شباب مال المطبخ، شايفين بيها فتحات هيك يعني تقدر تشوف داخلها. جبنا هيك ماكولايت باوعنا شباب، لقينا حيه مثل هاي بالصوره شكلها انا حافظه مثل هاي بالصوره، شويه اصغر حجما وشويه اصغر حجما وشويه اضعف وملتفه ومسويه هيك. والذهب ابويا قال هلا ولحق جيب هاي القوطيه مال الحليب الضخمه مال نيدو الفارغه بالحليب، روح جيبها. جبتها قال جيب حصو. جبنا حصو ورمل وهذا وترسناها، صارت ثقيله كلش، وخلاها فوق قبقها فوقها ونام بصفها وقال يلا ناموا باكر نطلع. ابويا قال اني لازم يعني نروح لو بالمؤجر، احنا دافعين مال 3 اشهر اللي قدام. قال خلاص اروح عليه ناخذ الاشهر الباقيه وناخذ نطيب بس مال شهر، واحنا ما كملنا شهر 6 ايام 5 ايام. رحنا على الرجال، المفاجأة رحنا على الرجال شباب. الرجال قاعد عنده مكتب محل مال صحيات كهربائيات صحيات، يعني كهربائيات صحيات مال كهربائيات يعني يمكن دمج مسويه. المهم فقلنا له يابا نريد نحكي وياك وهذا. قال يتفضلوا عندي ما يصير تقعدون، انا حعزل هسه. قلنا له يلا مشروع. قال لا انا قاعد ساكن فوق. قلنا له وين فوق؟ قال عندي فوق شقه غرفه وصاله، شقه غرفه وصاله، وهو عنده بيت طابقين وحديقه وجراج ومأجره 145 وقاعد بشقه وصاله. وقتها الاهل عندنا نسوان بالبيت قالت قام هلا يا قويش ثبتت الراي. يعني الجريمه طلعت حقيقيه فعلا، اكو شيء من هاي طلعوا منه. ليش طلعوا معناته؟ والله عندنا نسوان راحوا عليهم للبيت، واحنا كنا رحنا البيت اخذنا الرجال هذا. فالمره جتنا محجبه هذا قامت تحكي، قال فابوي ساله قال بنتي ليش عايفين بيتكم هذا كبير وقاعدين انتم هيك؟ كل واحد عندنا فاتح حلقه هالكبرى وذانات بس يريد يفتهم ليش. تتوقعون شنو قالت لنا؟ قالت لنا والله حاكيكم يعني بما انه انتم خلاص بعد نحكيكم الحقيقه، احنا كنا عايشين بهذا البيت كل شيء تمام، وهذا كان عنده طفل عمره شهر. من عمره شهر كان دائما بالليل يبكي بدون يعني بدون لا وجع لا شيء هذا، ويتمرض وما نعرف شنو ليش شنو سبب. بعدين شباب تقول الطفل كان نايم بالليل يمنا بغرفه مخلين السرير مالته بالزاويه واحنا نايمين يمه بالهاي. تقول فزيت لقيت اكو وحده لابسه اسود باسود ومخليه ايديها هيك على رقبته، فانا عطت حيطه فرجلي فز قام باوعنا على الطفل لقيناه ما يتنفس الطفل مات. فتقول انا عرفت انه ابني كتلته هاي المره لابسه اسود باسود بالبيت. هذا الحكي مالتها والله اعلم. طبعا يجوز هواي من عندكم ما يصدقوني على الحكي حكيت لكم اياه، هواي من عندكم قلت كذابه ابو عطوان، جزء بالغيت وجزء زيادت نقصت، لكن اقسم بالله العظيم شباب كل اللي قلنا لكم هو الحقيقه. وبما انه هاي شيء يعني يجوب كل الناس الصدقه، فانا حخليه من ضمن صدق او لا تصدق. هاي كان نهايه المقطع لهذا اليوم، ان شاء الله عجبكم شباب. كان معكم علي وليث من قناه دراجون يراك 2011. لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفايفر.